وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ومنها إنشاء معهد لتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ. كما وافق المجلس في اجتماعه على تعديل قانون الطرق العامة، إضافة إلى الموافقة على تعديل قانون الأحوال المدنية، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمقدم من وزارة الاستثمار.